حملة شرسة إذن تشنها إسرائيل على قطاع غزة حسب تصريحات مسؤوليها أنفسهم، أبرزها تصريح وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير الذي قال إن وقت الاغتيالات قد حان، والأكيد أن إسرائيل بدورها تعيش حالة استنفار تحسبا لأي هجمات مرتقبة. بهذا الخصوص قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاجاري إن التهديد يبقى قائما، مضيفا أنه سيتم النظر فيما إذا كان سيتم تخفيف التعليمات على السكان أم لا. من جهتها نقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل أن القيود ستظل سارية على السكان الأقرب إلى قطاع غزة. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.